النصية لا تنازل على الفضيحة يا شهيد على درب الفلاحين الفضيحة يا شهيد على درب الفلاحين اسم البوليسية بالحجر باش نصورك واحد واحد اضرب اضرب اي اضرب 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 بالحجر نصور فيك اضرب بالحجر يا بوليس يا ملحط صحيت قبلتك قبلتك وانت تضرب بالحجر اضرب 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 بالحجر اضرب سخونة 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 واو سخونة مت الجاكر أقنع وأقنع تبقنا تبقنا تضحك حتى ما تضحك شيء يا أحمد ما تضحك حتى شيء تضحك حتى شيء بوجه ما تضحك شيء تضحك شيء ابقى بحلي ابقى بحلي ابقى بحلي قدم قدم هذا الآن إطلاق الغاز المسيل للدموع من طرف وحدات التدفق داخل كلية الآداب هذه الغازات المسيلة للدموع هذا الغاز المسيل للدموع ايش ابن البلوزون البيت البيت سكون البيت سكون ايش الظل احلى احمد احلى شبيه طايحه حجر اكثر من ايه اكثر من مجهد ارجع 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 ار
كليه برا منك كليه امشي معنا بنت احرق يا عيسى بنت السماء انت الشيء
في البيت. الغاز المسيل للدموع يا معز ما عادش نجم الناس كل حالة اختناق كبيرة ياسر موازيات موازيات يا معز موازيات الباب في وقفه ثم اعتداءات كبيرة على الطلبة فما حالة اختناق كبيرة ياسر ثم ضرب ثم ضرب ما نجموش حتى نعرفوا معناها الاصابات قديش تو صور الفيديو في جمع المصور.